لغة الكلام كما وضعت على فمي، ولولا الحب لم أتكلم. يا كوكب التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوم. إن الذي سواك في تنزيله وفاك وصفا بالثناء الأكرم. ما حيلة الشعراء، ما حيلة الشعراء زاد عناؤهم رهبا لدى هذا الجلال الأعظم. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات مشاهدينا الكرام وأيها الحضور العزيز. من هذه البقعة المباركة الطاهرة الطيبة، من هذه البقعة التي يتلمس الإنسان فيها استغفارا لله رب العالمين وتسبيحا دائما له سبحانه وتعالى، من مقام سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يدق القلب دقات متوالية متتالية ونحن في رحابهم ونحن نذكرهم ونحن نصلي عليهم كما أمر رب العالمين. في احتفالية وزارة الأوقاف بإنشاد نهج البردة والتعريف بإنسانية الرسول صلى الله عليه وسلم وعالميته، هذا النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، الذي جعل الله به نورا في الدنيا كلها حتى قيام الساعة، خير بداية لهذه الاحتفالية الطيبة آيات كريمات بينات من كتاب الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة الدكتور أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. Mm.
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله فيك فضيلة الدكتور أحمد نعيني على هذه التلاوة الطيبة التي كان لها الكل خاشعة. الآن الكلمة مع فضيلة الدكتور أحمد مكي، إمام وخطيب جامع سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وبعد هذه الكلمة الطيبة تبدأ إن شاء الله فقرة الإنشاد الديني في قصيدة نهج البردة. الحمد لله رب العالمين الذي هيأ عبادا مخلصين لخدمة هذا الدين، فجعلهم هداة مهديين بالخير عاملين وللحق ناشرين، والصلاة والسلام على أشرف نبي مدحه الله في أكرم كتاب بأعظم مدح فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضوانك اللهم عن سيدنا صاحب هذا المقام سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وأمدنا الله وإياكم بمدده في الدارين، آمين. وبعد، فإن من أقرب الطرق الموصلة إلى المولى عز وجل الاشتغال بمدح النبي صلى الله عليه وسلم سماعاً وإنشاداً وتأليفاً وكتابة، وأن يكون ذلك بقلب سليم وحب عظيم. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله في كتابه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة، مدحه الله قبل أن يمدحه البشر فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي بادرة طيبة ولفتة تاريخية ضمن جهود وزارة الأوقاف ممثلة في قائدها معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، بدأ بهذا الحفل الإنشادي الإرشادي مرحلة تاريخية جديدة ونهضة عظيمة للإنشاد والتواشيح الدينية في مصر، تستعيد بها مصر مكانتها في مجال الإنشاد بعد غياب عن الساحة استمر قرابة 40 عاماً. هذا الحفل العظيم
الذي نشنف فيه آذاننا بمدح خير الأنام ببردة الإمام البوصيري. الإمام البوصيري عليه رحمة الله كان كثير التأليف في مدائح النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في هذه القصيدة حينما ألفها كان مصابا بمرض يسمى الفالج، وهو ما يعرف في واقعنا بالشلل النصفي، عافانا الله وإياكم. بعد أن أصابه هذا الداء العضال ألف هذه القصيدة متوسلا فيها إلى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم في أن يشفيه من هذا المرض، فألفها وظل يكررها وينشدها ويبكي حتى نام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياه وهو يمسح بيديه الشريفتين على وجهه، يقول الإمام البوصيري: فقمت من نومي وكأن لم يكن بي شيء. وهو مرض نادرا ما يشفى منه من أصيب به. تكملة الموضوع أن رجلا من الفقراء، الإمام البوصيري لم يخبر أحدا بهذا الأمر ولم يعلم أحدا بهذه القصيدة، فجاء رجل من الفقراء وقال له: أين القصيدة التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الإمام البوصيري: أي قصيدة تعني؟ هناك قصائد كثيرة. قال: القصيدة التي مطلعها كذا وكذا وكذا، وأنشدها له الفقير رغم أنه الإمام البوصيري لم يخبر بها أحدا. فقال له الإمام البوصيري: وكيف علمت بها؟ فقال: لقد رأيت في رؤياي أن هذه القصيدة تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فرح ومسرور بها. فأعطاه الإمام البوصيري هذه القصيدة، فشاعت هذه القصة وذاعت، وأصبحت بردة الإمام البوصيري عمدة في مدائح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي بركة. وكان المسلمون ولا زالوا ينشدونها في مناسباتهم وأفراحهم، ويتغنون بها تقربا إلى الله بمدح سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمديح من سبل النجاة، ورحم الله القائل: مدحه عندي سلامة ونجاتي في القيامة، المظلل بالغمامة بين جيش السابقين. فدونكم أيها السادة، دونكم هذا الحفل العظيم وهذه الكوكبة المنيرة من السادة المبتهلين والمنشدين الذين بذلوا، وأشهد على ذلك، الذين بذلوا جهداً مضنياً ليقدموا لحضراتكم فناً راقياً من المدائح النبوية طالما اشتقنا إليه. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر إلى معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الإضافة العظيمة للإنشاد الديني، والتي بدأ بها حقبة تاريخية ونهضة مهمة في مجال الابتهال الديني ضمن الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في شتى المجالات الدعوية، من قضاء على الفكر المتطرف بنوعيه الديني واللاديني، ومن نشر للخطب العصرية والدروس المنهجية، ونشر وخدمة للقرآن من خلال المقارئ التي تنتشر في كل مساجد الجمهورية بكل أنواعها، مقارئ حكومية ومقارئ كبار القراء والمقارئ النموذجية والمقارئ الخاصة بالجمهور، إلى غير ذلك من الجهود التي لا يتسع الوقت لذكرها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجهود
في ميزان حسنات كل من شارك فيها. وأختم كلامي بقول الإمام البصيري رحمه الله: يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكركم جزيلا على حسن استماعكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد مكي على هذه الكلمة الطيبة المخلصة التي نسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسناته. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمداً صلى الله عليه وسلم صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن نسعد بالأمسية الدينية مع هؤلاء المبتهلين الكرام. نسعد أولا بفضيلة الشيخ عبد اللطيف وهدان، فضيلة الشيخ شريف عبد المنعم خليف، فضيلة الشيخ محمد علي جابين، فضيلة الشيخ أحمد البشتيلي، فضيلة الشيخ أحمد أبو خطوة، فضيلة الشيخ محمد الصعيدي، فضيلة الشيخ بلال مختار، فضيلة الشيخ محمود عوض الله، فضيلة الشيخ إبراهيم راشد، فضيلة الشيخ مجدي الجزار. الاحتفالية من إعداد وألحان الشيخ حسام صقر المنشد بدار الأوبرا المصرية، وبإشراف الأستاذ عبد العزيز عمران مدير رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية باتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق. ونسعد جميعا بسماع هذه الاحتفالية عبر هذه الدقائق القادمة. الله 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 الله. الحمد لله منشي الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله منشي الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار.
الهدام. الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله منشئ الخلق من عدم الله ثم الصلاة الحمد لله مختار في القدام. الله الحمد لله الحمد لله منشئ الخلق من عدم الحمد لله الحمد لله منشئ الخلق من الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة على المختار في القدم. الله الحمد لله الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي 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 صل وسلم دائما أبدا الله على حبيبك خير الخلق كل مولاي صل وسلم دائما أبدا الله على حبيبك خير الخلق كل مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لي دعوته الأشجار ساجدتان تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مثل الغمامات أن سرى سائرة تلقيه حر وطيس للهاجر حمي. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبي نسبة ما
مبرورة القسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا. وكل طرف من الكفار عنه عمي. فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البريات لم تنسج ولم تحمي. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعاد عالم من الأطوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما سماني الدهر دائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضامي. ما سماني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضامي. ما سماني الدهر دائما واستاجرت به إلا استلمت الندى من خير مستلمي. ما سماني الدهر دائما واستاجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضامي. ما سماني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضامي. ما سماني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضامي. ما سماني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضامي. ما سماني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضامي. ما سماني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضامي. ما سماني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت
جوارا منه لم يضم. ما سامني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ما سامني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ما سامني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ما سامني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ما سامني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ما سامني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ما سامني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت لم يضم. ما سامني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ما سامني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ما سامني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ما سامني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. وللتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت عيناني لم ينامي. وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتسب.
المتهم. كم أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من ربقات اللمام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم بعارض جداء وخلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العارم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم ومنتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما تطول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
فما تبقينا من شبه لذي شقاق وما تبغينا من حكام ما حوربت قط إلا عدا من حرب أعدى الأعادي إليها ملقيا السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرام لها معان كموج البحر في مداد وفوق جوهره في الحسن والقيام مولاي صل وسلم دائما تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارئة فقلت له لقد ظفرت بحبل الله اعتصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبيم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهيم قد تنكر العين طوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما صلي وسلم دائماً
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمم العفو مساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم. يا خير من يمم العفو مساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. يا مولا خير من يمم العافون ساحته يا خير سعيا وفوق متون الأينق الرسوم. يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم. يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سرى البدر في ذاج من الظلام. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي. وأنت تخترق السبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنيم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم. فحزت كل فخار غير مشترك وحزت
كل مقام غير مزدحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وجل مقدار ما ولت من رتب وعز بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بشرى بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. بشرى بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا. بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العناية ركنا غير منهدم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. بشرى لنا بشرى لنا بشرى بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم.
الهادم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منادم بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهادم بشرى بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا بشرى بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية من العناية من العناية ركنا بشرى لنا من المنى بشرى لنا
معشر الإسلام إن لنا من العنا
بعثته كان بآت أجفنت غافلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقناة لحما على وضمي ما أولاك صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وادوا الفرار فكادوا يا شالت مع العقبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم ما مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرب إلى لحم ليدا قريب يا جر بحر خميس فوق سابحة يا رمي بموج من الأبطال ملتطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستأصل للكفر مصطلم حتى غادت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسل بدران وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم المصدر البيض حمرا بعد ما وردت من العدا كل مسود من اللمم مولاي صل وسلم دائما أبداً
بسمر الخاط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سمات تميزهم والورد يمتز بالسماء عن السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تهدي إليك رياح الناصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كميم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحر لا من شدة الحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كافك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية وتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما خلق كلهم.
أنتمه بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدام إذ قلدان يا ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أطعت غاية الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبيع أجلا منه بعاجله يبل له الغضن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمام إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي غير ملتزم وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت ولن يفوت الغنى ولن يفوت الغنى منه يدا تهبت إن الحياة
تنبت الأزهار في الآكم. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على ريوي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، سواك عند حدول الحادث العامم. سيدي فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كلمني. يا رب لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب الأصياد، في والطف بعبدك يا
غير منعكس لديك وجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوان ينغزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي سيدنا النبي على النبي بمنغل ومنسجم ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلى واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو والحمد لله.
عني والحمد لله في بدء وفي خاتم أبياتها قد أتت ستين مع مئة فرج بها كربنا يا رب يا فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب صل على المختار من مضر الله يا صلي على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصلي ربي على وصلي ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا الله يا ربي صلي على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما صل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم في الله واجتادوا وهاجروا وله آووا وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأنمها وأشرفها يعطر الكون ريا نشرها العطر معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها أراج الرضوان ينتشر عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر وعد وزن مساقين الجبال كمأياله قطر جميع الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والدر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر وما أحاط
به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعدنا عمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومنحشر وعد مقداره السام الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرض ناءه يذر ملء السماوات والأرض مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما حصار ما أعدمه الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحصر تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد أضعف ما قد مر من عدد ما ضف أضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعف ما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كسروا يا ربي وأغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيراتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عذاب لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه الصور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه
من قوله الفصل في أحكامه عمر وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وأمه أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغير والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياج أو بدا السحر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره وصلنا معا إلى ختام هذه الليلة الطيبة المباركة والتي عشنا فيها أمسية دينية في دولة المبتهلين، تلك الدولة التي نسعى دائما لأن تكون في صدارة المشهد المصري والعربي. إلى لقاء آخر يتجدد إن شاء الله تعالى، حتى ذلك الحين دمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.